ازيكم يا مواليد برج الحوت، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الحوت ليوم الثلاث 7 ديسمبر كانون الاول 2021 قد تكون اكثر نشاطا مما كنت تشعر به منذ وقت طويل. انه اليوم المثالي للانشغال بالمهام والمشاريع والاعمال المنزلية. سوف تنتقل خلال معظم الاشياء في اي وقت من الأوقات وتستمتع بها مقاومة أي إغراء للمماطلة. إذا أجلت الأمور فسوف يفوتك الدعم الكوني الحالي. ضع قائمة بالأشياء التي يجب فعلها وابدأ وستنتهي قبل أن تعرف. بالنسبة ليك عاطفيا يا حوت، على الرغم من أنك بشكل عام شديد الضمير عندما يتعلق الأمر بالعلاقات، فقد تشعر بالضيق في محاولاتك للوصول إلى هذا الشخص المميز. سيتم حثك على إلقاء نظرة على بعض المخاوف التي ربما تسببت في ابتعادك عما كنت تعتقد أنك تريد أن تكون قريبا منه. في فهم هذا الصراع سوف تخلق الطريق للشفاء العميق. وبالنسبة لك مهنيا، لقد أتى صبرك بثماره أخيرا وستجني ثمار العمل الشاق الذي كنت تقوم به. لا تتوقف الآن، اليوم في يوم جيد لزرع بذور النجاح في المستقبل، ولكن لا تنسى التوقف ومكافأة نفسك على المدى الذي وصلت إليه. وبالنسبة ليك صحيا، يعد الإصلاح والتغيير من التحديات التي يمكن أن تخلق جوا مرهقا في حياتك في هذا الوقت. لمواجهة هذا التوتر، تعرف على قدراتك على التكيف مع التغيرات اللي بتعيشها. على الرغم من أنك نادرا ما تكون مريضا، فمن الأفضل أن لا تستسلم لحاجاتك للراحة اليوم والاسترخاء قبل أن تشعر بالإرهاق لدرجة أن أي حادث يجبرك على ذلك. إذا كان بإمكانك فقط الحصول على هذه الاستراحة الذهنية التي تشتد الحاجة إليها والتي تأتي عندما يبتعد عقلك عن سعيك الرئيسي، احصل على اهتمام بديل وستشعر به بقوة. اليوم حركة الكواكب، سيتجول عطارد في القوس مع نبتون في برج الحوت، ويمكن أن يتسبب هذه الطاقات معا في حدوث ارتباك لأننا غير متأكدين مما نحتاج إلى الاعتماد عليه والعمل عليه. على الرغم من أننا نريد الانتقال إلى مكان آخر أكثر واقعية، إلا أنه قد يكون صعبا لأننا لا نريد التخلي عن آرائنا الروحية. لن يكون إيجاد التوازن أمرا سهلا، لكنه مهم لمستقبلنا. قد يكون رأسك في الغيوم، وربما كنت تكافح من أجل البقاء على الأرض مؤخرا. هذا شعور يتفاقم بسبب المربع. حاول التأمل للحفاظ على تركيزك وعلى الحاضر، وتجنب القلق بشأن الأشياء التي لم تحدث بعد. يمكن أن يساعدك هذا في جعلك أكثر اتزانا الآن. ولذلك المريخ في برج العقرب يربح مع كوكب المشترى في برج الدلو الليلة. العثور على مكان هو أمر صعب للغاية، حتى بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بروح المغامرة والحكمة والتي يتم تنشيطها من خلال جانب المريخ والمشترى. استخدم طاقة الدلو القمرية للسماح لنفسك بالتواصل مع أسلافك. سيكون شفاء جدا، ويسمح لك برج الدلو بالعثور على المكان والمساحة التي تنتمي إليها بالكامل وتتوافق مع روابطك العائلية بالإضافة إلى الكون، والتي ستثبت أنها داعمة عاطفيا بالنسبة ليك. وبكذا بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. انا بكبر بيكم ومعكم.